ينضم إلينا من لوساكا أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك مرة أخرى. أحمد يعني بالتأكيد هنالك تفاصيل جديدة ربما تطلعنا عليه من هذه القمة، إليك أحمد. أهلا بك رعد. الجزء من هذه الاجتماعات رعد بدأ للتو بعد استراحة قصيرة لمدة ربع ساعة فصلته عن الجولة الأولى من هذه الاجتماعات. في الجولة الأولى تم التأكيد على استخدام البطاقة الصفراء في انتقال البضائع بين دول الكوميسا، وهي البطاقة التي تحمل مواصفات البضائع المنتقلة من دولة إلى دولة أخرى. أيضا يتبع ذلك عملية رقمنة انتقال البضائع بشكل أساسي، ربما البيانات المعلومات الأسعار الاتفاقات تتم رقميا. فهذا بالتالي ما أكد عليه الجزء الأول في هذه الاجتماعات، والذي أكد أيضا على أهمية دور سيرة الأعمال في تجمع الكوميسا للقيام بدور واسع ضمن منظومة القطاع الخاص التي يبتغى أن تأخذ دورا أوسع في عملية انسياب التجارة والتصنيع والاستثمارات بين دول التكتل. ربما التأكيد ما زال على فكرة استخدام الطاقة الخضراء، وهذا أحد عناوين هذه الاجتماعات، الطاقة الخضراء وما يتبعها من استثمارات. يؤكد الحاضرون هنا أن القطاع الخاص لابد أن يقوم بدور واسع في إقامة منصات خاصة باستخراج الكهرباء من الرياح ومن الشمس مع وجود الإمكانيات الطبيعية في دول الكوميسا. بالتالي يتم التأكيد أيضا في الفترة المقبلة على كل هذه الأفكار، على كيفية انسياب البضائع، وبالتالي رفع نسبة نمو مجموعة الكوميسا من 5.4% والتي ربما قلت عليك بسبب جائحة كورونا، يبتغى أن تصل إلى نفس النسبة مرة أخرى حتى تصل إلى نسبة 6% المخطط لها ضمن مجموعة الكوميسا. ولهذا يعني يقوم المجتمعون هنا في حوار بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بفكرة تقسيم الأدوار وفكرة إعطاء المغريات للقطاع الخاص لأن يدخل شريكا في التنمية في مجموعة الكوميسا. نعم، طيب أحمد، يعني عفوا ذكرت موضوع البطاقة الصفراء، يعني هل هذا أو هذه الطريقة يعني تم التعامل بها سابقا؟ هل تم تجربتها مثلا في أماكن أخرى؟ وماذا ستوفر هذه البطاقة الصفراء لعملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الكوميسا؟ البطاقة الصفراء هي طريقة لتسهيل التبادل والتعامل بين رجال الأعمال وبين المستثمرين في دول الكوميسا، ونعلم أن هناك آلية ربما تم اعتمادها للتعامل بالعملات المحلية بين مجموعة الكوميسا في مقاصة تقوم بها البنوك المركزية في أي دولة أو أي دولتين يتعامل فيهما رجال الأعمال. فبالتالي هذه طريقة فقط لنقل البضائع، في توصيف البضائع، في ضمان جودة البضائع. يعني في الفترة المقبلة سيأخذ القطاع الدوائي التصنيع الدوائي حيزا كبيرا من الاستثمارات، بالتالي يبتغى أن يعني يعرف مصدر الدواء، جودته، مواصفاته، حتى ينتقل من الدولة سين إلى الدولة صاد داخل مجموعة الكوميسا. وفي هذا ربما محاولات كثيرة أو طرق كثيرة لتوصيف شكل البضاعة، عمرها الافتراضي، مواصفاتها وما إلى ذلك، مما يعني يحتاجه رجل الأعمال المستورد من رجل الأعمال المصدر من بين في دولتين من داخل الكوميسا. نعم. فبالتالي هناك أكثر من طريقة ربما لتوصيل البضائع، ومنها فكرة أو للوصول في النهاية إلى الاقتصاد الدائري بين المجموعة، وبالتأكيد الطريقة التي يتم التأكيد عليها أيضا داخل هذه الاجتماعات. نعم، بالتأكيد سنستمع منك أحمد في قبل الساعات لتفاصيل أكثر، تفصيل جديد هو تفصيل البطاقة الصفراء، ربما تفاصيل أكثر ستوثق هذا العمل بين هذه الدول. أحمد بشتو مراسل موفد القاهرة الإخبارية معنا في لوساكا والكوميسا، شكرا جزيلا لك حتى الساعة.